زامي مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمناو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نديرو لكم تشالنج ديال مارشميلو. مارشميلو كيتقطع. المهم غادي ندير لكم اليوم تشالنج ديال مارشميلو. كل وحده فينا غادي تعمر فمها بالمارشميلو وغادي تحاول تغني شي اغنيه الاخر عاد والحرف اللي سالت به انا الاغنيه خاصه الاخرى تكمل بالاغنيه والحرف اللي غنسالي به انا خاص فاشي تبدا به. فهمت؟ دابا نبداو بسلمى. داهي شنو اللي كنبداو به؟ غنبداو بك اصاحبي تغني دابا. انت خاصك دابا تعمري فمك. المهم سلمى هي اللي غتبدا دابا. عمري فمك مزيان. يلا شحال خشيتي؟ مالي فمك كبير. خشيت نص لا لا ويلي لا زيدي ما قلت لك
شوف باقي لي سباس باقي انا راه فمي وي انا مابقاش نقدرش نحلو واش كنت بحال شي بيتي مورا فاتي يلا وي وي يلا ماشي كيف لا ولي واش عجبك فيها لا 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 شوف شي واحدة فرانسي ودابت دابت لا لا شوفي سيري شي أغنية لونغري فرنسي فكر فكر لا خاصة نعرفوها لونغري فرنسي غير بالعربية شوفي شي عربية شو هاحي يعني شو بس عارفة أنا في ماما عامر أنا عمرت شو مزداد يا ها وصلك 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 ولي ما نخشاش معاك ليه نهكس ولي 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 أخشي أخشي أكي أكي أخشي تزلق تزلق دابا شنو درنا نوبتي ويلي شوف عام اش غنيتي يا فاتي ما غنيتيش يعني وما نحب شنو وانا حبيبي وما عندي صح ما عمرك شفت الاغنيه شهانة نقشي عليه ديالك سيدي ما كنتش بديش العلا ساش عاد مين راه يبغي يمشي لك رجع وقع طق شعري لا عملنا باش معنا حنا مولفين بهذا الشيء انا متخصصه حي تاكل وحنا بوحدها داك الشيء ديالنا انا بغيت نوصل داك الشيء داك الشيء بسمع يلا سير غني انا وصافي كملتي لي ديالك يلا سير وغنى يا الله صح هذيك هذيك كيف جات غادي يا ديالي بليم صرا شوف شوية وشيط ساعة سقت مريض وقيت تما من الشوق قرعة تبع قرعة الحساب كيتجمع واللي معايا صقعة يعمل كاس ما كيتشبع وداني سهر في عين ديالي بجد ما سمعته شنو شنو بحالك يا جماعه شنو سير بحالاتك بعدين فيها قالك واحد صرا الزيزوار شحال يحط عندك نفس قالك هو اشكي جفاتي بروحا نصف
كنتي فوق صحنتي سمعتيش نفس هو يحط وشعكو يعرف الهدف عصرتيني دابا حط نفس وما خضر البيض اش دار خضر البيض كيفاش ما خضر البيض تفو على حمضة كنا حنا كنا واحد تلفت وما خدا وبي. ما نزامك هذا هو الفيديو ديالنا كنتمنى يكون عجبكم. لا تنساو تشتركوا لايك وتابوناو وكنبغيكم بزاف. باي باي.